فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكي على الأولمبياد. منتخب كرة الطائرة اليوم قدم ماتش كبير برشا ضد منتخب الأرجنتين، حصل كبيرة فرتنا في الفوز، كنا متقدمين 2 بلايز وز أشواط دون مقابل. بنأخذ أكثر تفاصيل على المقابلة، شنو صار في التروسيات الأخرانين مع لاعب المنتخب إسماعيل معلا. إسماعيل أهلا بك. مرحبا بك، مرحبا لكل يستمعون فينا. شنو حوالك خويا، شنو الأمور؟ توا تحت الادرينالين، كنا ديسيو برشا بعد الماتش، دونك توا باش رجعنا شويه للقلب، باش الواحد يفكر شنو صار بالضبط ويخمم كيفاش تعدي الماتش. كلمتك بعد الماتش ديريكت، انا لقيتك متقلق شويه، ظهالي بون انا كنت فرحان شويه بالروندمون، لكن ظهالي حاسره كبيره. شوف، ما تجمش تقول نلعبوا وي كونتر دي زيكيب كبار و دي جران نوم الفولي، مي كي توصل رابح ما تجمش تقول يزي، معناتها ديما لازم تاخذ ما اكثر، سينو ما عادش تقدم. كان تقول يزي باخذينا دو سيت ولا عملنا ماتش باهي، ما عادش داير لي شويه علينا كجروب وكايكيب وكبوتنسيال تاع ايكيب. شنو صار وسيم اسماعيل بعد الانطلاقه الباهيه في المنتخب؟ ابارامون قطع الخط، نحاولوا نعاودوا نتصلوا به من جديد. اسماعيل، حبيت اسالك شنو صار بعد الانطلاقه الباهيه، شنو صار في التروسيت الاخرانيين؟ فما لاشمون، فما امنتوا اكثر معناتها اللي باش تفوزوا في المقابله، شنو صار بالضبط؟ لا مش فما لاشمون، كيما تشوف نلعبوا كونتر ايكيب محترمه ياسر، معناتها اللي عملت ان بون تورنوا، زاد عملت 3-2 مع البرازيل، عندها برشا جوارات جايين معناتها دي جران نوم الفولي، دونك سي نورمال كي هما يكونوا خاسرين 2-0 عملوا اون رياكسيون، ايزون تري تري بيان سيرفي. من بعديك احنا مش فما ريلاشمون، مي لعبوا سيت ثالثة هما اللي ظهر لي حكمت في الماتش، كنا نجم نرفعها، مي في زوز كور رجعوا لنا ساهلين، فرطنا فيهم، ظهر لي اللي هو هكا البوان ديسيزيف اللي يقلب الماتش كامل، وهما ايزون بري كونفيونس ولاو ياخذوا اكثر ريسك منا، احنا ولينا نحاولوا نمينيميز لو ريسك باش ما نضيعوش، وهما خذوا لاسوندون علينا. صار شوية تعب اسماعيل، تقريبا شفت الملاعبين الكل تلعب المقابلة كاملة، شوية تغييرات كيف صار شوية في الشوط الثالث، ايضا تغييرات شوية، لكن تقريبا نفس الملاعبين هم لعبوا اغلب ردهات المقابلة. تعب ظهر لي مستانسين بيه، كي تبدا جوا بروفيسيونيل سي نورمال، هما مستانسين اكثر منا، خاطر كانوا في البي ان ال، كان الريتم نتاعهم واخذينه ديكو جا، وهما احنا اقل شويه على خاطر كيما كانت تعرفش التحذيرات نتاعنا، وصلنا بدو كا كوفيد قبل شويه من الكومبيتيسيون، ما مشيناش لعبنا التورنوا اميكال في بولونيا، دونك ظهري ناقصين شويه ماتشوات كي قعدنا في تونس، هما زيتي بلو بري في الريتم تاع الماتشوات من الفي ان ال، جاو ديريكت بريس خذوا شويه راحه، والاكسبيريونس تاعهم تاع لو نيفو زاد لعبت اكثر منا، احنا جوارات تطمح باش تلعب في النيفو هذا، وكي وصلنا نلعبوا فيه نو بروفيت للماكسيموم ونتعلموا منه، وكي نوصلوا باش نربحوا علاش لا ما نربحوش، معناتها هيك علاش روحنا بلوز اوموا مترشين شوية، مي ابري كو لو روندمون مش خايب معناتها مع ليكيب هذي. الماتش الجاي ضد فريق أقوى منتخب روسيا، ماتش صعيب، شنو نستناو من منتخبنا إسماعيل؟ شوف باش ندخلوا الماتشات اللي البول نتاعنا كل بنفس المونتاليتي، ماتش ما فماش ماتش ساهل ماتش صعيب، الماتشات اللي باش نلعبوهم كل مع ايكيبات صعب برشا. دونك لو ميم ايتا ديسبري، مازال عندنا غدوه نهار باش نرتاحوا شويه، نرتاحوا شويه ونبرو لونترينمون وندخلوا بنفس المونتاليتي اللي بالكوره اونسدون افون، كل واحد يلعب ماكسيموم، على خاطر كي تحب ولا تكره اوني دون لي جوز اولمبيك، ان ريف لكل جوار معناتها في اي ديسيبلين، دونك
فرنسا دون اكون باش ما نروش بعد ندمين على حد شيء. يعطيك الصحة اسماعيل، بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا في بقية المشوار السنة فيه. نايس جايز، ميرسي. دونك كان هذا اسماعيل معالي لاعب المنتخب التونسي، كنا حكينا على مقابلة منتخبنا اليوم ضد الارجنتين، تقريبا كنا قراب من فوز تاريخي ضد منتخب عنده امكانيات محترمة جدا اللي هو منتخب الارجنتين، على غالب ما صارش الفوز ان شاء الله في قادم المشوار. فاصل الموسيقى بعد شوية ايضا باش نكملوا نحكيوا على الاولمبياد مع الملاكمة مريم الحمرانية.